يواصل مشاركو دكار كلاسيك رحلتهم الطويلة بنفس الشغف والحماس. نحن متحمسون جدا، سنحظى بوقت رائع لطالما أردنا المشاركة. لم تكن بداية سهلة على الإطلاق للمئة والسبعين مشاركا، خاصة للتوأم زول وسيارتهما بورشا 924 التي ربما لم تتأقلم مع تضاريس السعودية. لكن الصعوبة الأكبر واجهت جورجو كريتسالو وكوليات زيغا. أنا بخير. ماذا حصل؟ اتجهت السيارة جانبا وانقلبت ببطء ثم بسرعة متزايدة حتى توقفت. نحن بخير دون إصابات مباشرة للجسم والرأس، لقد حالفنا الحظ. مفاجأة قاسية وانسحاب مؤسف منذ البداية. تضرر جسم السيارة ولن يسمح لنا بالمواصلة. مسرور لأنني على قيد الحياة، لم أخبر أهلي أنني في داكار لكنهم علموا الآن. يا لها من طريقة محزنة لانتهاء حلم حياتهم بخوض داكار. لكن الرالي يتواصل ولورينزو ترايلو على متن نيسان باث فايندر في الصدارة.